متتبعينا متتبعي قناة البهجة العقار، السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد لقاء جديد وهاد الفيديو جديد اللي كنتمنى من الله انه يلقاكم في احسن الاحوال، واللي كنتمنى كذلك انه يعجبكم. اليوم جينا وجبنا لكم هاد الشقة، هادي تبارك الله كما كتشوفوا معنا شقة معتبرة متواجدة، الشقة في الحي ديال لافيلوط، في القلب ديال حي لافيلوط، الطابق الرابع، في واحد العمارة اللي تبارك الله عمارة نقية بيان اونتروتنو. مجهزة هاد العمارة بمصعد، وكذلك فيها ان باركينغ سوسول، من المسائل هذه الضرورية في العمارات. هاد الشقة المساحة ديالها هي 176 متر كاري، كتكون كما كتشوفوا معنا من هاد لو سالون، و دو سيجور دو شومبر. لي شومبر تبارك الله كما غتشوفوا معنا هما دي شومبر لي متميزين يعني بالشساعة ديالهم، غرف واسعة تبارك الله، جوج حمامات، اي واحد لا تيراس كما غتشوفوا معنا اللي خارجة من هاد السويت بارونتال، و لا كويزين كما كتشوفوا معنا تبارك الله. هاد الشقة من بين الشقق اللي الواحد كيدخل ليها وكيرتاح، شقة مبهجة كما كنقولوا، ومتواجدة في واحد الموقع في لافيلوط اللي هو مميز، واحد الحي تبارك الله نقي، قريب من جميع وسائل الراحة، من محلات تجارية، من وسائل مواصلات، ومطل على واحد الشارع اللي كتعتبر كذلك في المنطقة ديال لافيلوط هو شارع رئيسي. وهاد الشقة الثمن ديالها راه جد جد مناسب مقارنة مع الشساعة ديالها، الثمن ديالها راه ما كيتعداش 135 مليون، قابلة للتفاوض بطبيعة الحال، هذا كثمن أولي، ولكن دائما قابل للتفاوض مباشرة مع صاحب الشقة. هاد الشقة تبارك الله كما كتشوفوا معنا متناسقة، لا من ناحية الألوان ولا من ناحية الزخارف اللي فيها تبارك الله، وحتى من ناحية الأتات اللي كيعطي تبارك الله واحد الراحة النفسية اللي كيشعر بها الواحد إن فوا كيدخل لهاد الشقة. وهاد الإحساس ديال الراحة راه كيكون ملموس وكيكون عميق ما بين الزبناء ديالنا اللي كيزوروا الشقق، وكذلك ما بين مع او مع الشقق اللي كيزوروها، فان فوا كيدخل الزبون لشي شقه كيحس بواحد الراحه وواحد الطمأنينة، وهي مسألة عادية، لأن المنزل أو الشقة عندها واحد القيمة أكثر من القيمة ديالها المالية، عندها واحد القيمة اللي كتكون روحية، فالشقة أو المنزل هو دلالة على
الاستقرار وعلى الحب كذلك اللي كيشعر به الواحد داخل المنزل ديالو. ف بكل زوايا المنزل او الشقة هناك حكاية، هناك ذكرى، وهناك أمنيات كثيرة. فالشقة هي مستودع الأسرار، وكذلك مكان اجتماع ديال الأهل والأحب. وفي المنزل هناك وئام، وهناك دفء ما كيتواجدش في شي مكان آخر. وفي المنزل أيضا هناك اجتماع ديال الإخوة والأخوات، حيث كيعيشوا أجمل أيام ديال العمر ديالهم، ويختزنون الطفولة ديالهم والشباب ديالهم والأحلام ديالهم. فلذلك الشقق والمنازل عندها واحد القيمة اللي هي معنوية. بزاف ديال الزبناء كنشوفوهم، أو بزاف ديال الناس كنشوفوهم كيبيعوا المنازل ديالهم، وكيقدروا كاع يهاجروا خارج البلاد، ولكن كدوز واحد المدة وكيرجعوا لنفس المنزل اللي عاشوا فيه الطفولة ديالهم، كيطلعوا عليه ولو من بعد 10، 20، 30، حتى 40 سنة. وكذلك هناك بعض الناس اللي ما كيحسوش بالنوم وما كيحسوش بالراحة إلا في المنازل ديالهم وفي الأماكن ديالهم الخاصة. وكذلك هناك واحد الإحساس غريب اللي كينتاب كل واحد اللي غادر البيت ديالو ورجع ليه. فهناك واحد الإحساس جميل عند كل واحد هاجر الشقة ديالو أو هاجر المنزل ديالو، إحساس من إن فوا كي يرجع لذاك المنزل ديالو كيشعر واحد الراحة، وحتى القلب ديالو كيشعر بالأمان الكبير، وكتبدأ ديك المشاعر الجميلة بالحضور بمجرد الدخول من الباب، كما لو كان هذا الباب هو باب الجنة أو باب الراحة. فإن فوا كيعتب العتبة ديال الباب حتى كتفتح الورود في الروح ديالو، وحتى قطع الأتات اللي كتكون في المنزل تشارك الشخص في هاد المشاعر الجميلة. إذن بلا ما نطول عليكم، إذا كنت أو كنتي مهتمين بالشراء ديال هذا المنزل، فما عليكم إلا تصلوا بنا دائما على الأرقام المتواجدة على الشاشة، وما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاشتراك في القناة ديالنا باش يوصلكم كل مرة كل جديد، وتفعيل كذلك الجرس باش تكونوا أول المعلومين بالفيديوهات الجديدة على قناتنا. ما بقى لي إلا نشكركم إذن، وشكرا على الملاحظات ديالكم، وشكرا على التشجيعات ديالكم المباشرة عند الاتصال بي. مرحبا بالتعليق ديالكم، شكرا لكم، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم.